سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ونحن في جولة جنوب المغرب للقيام بعدة تغطية تخص العديد من الرياضات وغير المواضيع الرياضية. توصلنا اللحظة بخبر عاجل، بخبر صار، بخبر مفرح، وهو أن المغرب كما قلنا وما كنا نتنبأ لذلك أنه سينظم كأس العالم مع البرتغال وإسبانيا. في هذه اللحظة بالذات توصلنا بهذا الخبر، فرحنا، ابتهجنا، سررنا، والفضل كل فضل في هذا بدون مجاملة إلى صاحب الجلالة نصره الله، إلى سيد رئيس الجامعة الملكية المغربية، إلى كل من ساعدنا في الحصول على هذا المبتغى الجيد. كما قلنا وما كنا دائما نتنبأ بذلك على أن المغرب من البلدان الأقوى، من البلدان المتمكنة، من البلدان التي توفر على كل الإمكانيات. الحمد لله نحظى باحترام وبتقدير العالم بأسره. قلنا البارحة على أن المغرب سينظم كأس العالم، ونحن نتلقى الآن هذا الخبر العاجل. وبالمناسبة كما قلت، الشكر الجزيل والتهنئة لصاحب الجلالة، هو الأول، بعده رئيس الجامعة وكل الإخوان المساعدين، لا لصاحب الجلالة ولا لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. هنيئا للشعب المغربي، هنيئا لكل مكونات المغرب، هنيئا لنا جميعا. يا لها من فرحة، يا لها من سعادة، والله يطول العمر باش نحضروا في هذا كأس العالم. فرحة كبيرة، تحياتنا وإلى اللقاء.